الانطلاق رفعت الراية البيضاء متابعينا الكرام، فتحت على بركة الله البوابات لاندفاعة هذا الشوط. سيداتي آنساتي سادتي، سبعة أسماء تتنافس على كأس وزارة الدفاع، الفئة الثالثة في الميدان السعودي ومسافة 1600 متر وقيمة الجائزة 165 ألف ريال. انطلاقة سريعة لأربعة وخمسة أسماء من في هذا الشوط متابعينا الكرام. الانطلاقة تبدأ مع يروع من المسار الداخلي وعلى جواره نسيم العارض في المركز الثاني، فيما فلاي وينك في المركز الثالث، وفلفل في المركز الرابع من المسار الخارجي، وكذلك وكيد في المركز الخامس. في هذه الاندفاع السريعة التي نتمنى من خلالها السلامة لكل الأسماء المشاركة من المسار الداخلي يروع وإلى جواره مباشرة نسيم العارض في منافسة ثنائية مبكرة بين هذين الجوادين متابعينا الكرام. كأس وزارة الدفاع الفئة الثالثة في الميدان السعودي، تجاوز علامة 600 متر الأخيرة، المنعطف الأخير لهذه الأسماء. يروع، يبدأ يروع بكل قوة ما شاء الله تبارك الله، يتقدم ممثلا للإسطبل الأبيض، يبدأ يوسع الفارق. يروع بشعار إسطبل أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز وبقيادة ريان طويرش، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء وهذه النتيجة، الأداء الأكثر من رائع. يروع بأداء يروع ابن مروعة، ما شاء الله تبارك الله، ابن علم على خط النهاية، على خط النهاية، بطلا لكأس وزارة الدفاع الفئة الثالثة في الميدان السعودي. ألف مبروك هذا الأداء المميز، ألف مبروك هذا الاسم المميز، الاسم